السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا جماعة في فيديو جديد. النهاردة طبعا يوم احتفال عظيم لمصر كلها. النهاردة العروسة عروسة السيسي جت من بره. طبعا كلنا عارفين العروسة الجديدة مين. طبعا مش الهالة ولا انتصار. العروسة الجديدة طبعا هي ملكة السماء. الطيارة الفشيخة اللي السيسي جايبها بالشيء الفلاني اللي كانت بتدهن في أيرلندا وخلاص اتدهنت وخدت الوش الميمية وجت مكتوب عليها جمهورية مصر العربية اللي هي بالشكل الجميل ده. حاجة يعني بصراحة آخر عظمة. دي طبعا مش عايز اقول لك ان دي بتزود وضعنا الائتماني عالميا وبتخلي الدول الكبيره تثق فينا وتثق في اقتصادنا ان احنا عندنا طياره بالشيء الفلاني وان السيسي ده رئيس عظيم جدا ورئيس فشيخ وما حصلش. ومصر الحمد لله ما عندناش اي ازمات اقتصاديه والدنيا حلوه والجنيه بتاعنا بسم الله ما شاء الله بقى في السماء ووضعنا بقى محترم جدا. السيسي اللي بيعمل عشان مصر وشكرا للسيسي اللي بيعمل علشان البلد تزدهر. بس انا عايز اقول له ان احنا من كلامه ان احنا فقراء قوي والاسعار بتزيد قوي والناس مش لاقيه قوي والبلد يعني فاض بيها وكل جد من العيشه بسببك قوي قوي قوي. فبارك له بقى ربنا يرزقه شرها ويكفي خيرها يا رب. سلام.